في النهارده ان شاء الله في الجزء الاخير من برنامج الاشبال. هنروح لاول فقرات برنامج الاشبال ومعانا اخبار الناشئين والاشبال في الصحف والمواقع. وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. وهنتكلم مع حضراتكم عن فريق 99 شباب الاهلي يفوز على الاتحاد السكندري بثنائيه في دوري الجمهوريه. التشكيلة الرئيسية اللي بدأ بيها الكابتن عمرو أنور في حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الظهر من اليمين فارس طارق، إبراهيم السيد، عادل زينهم، محمد شكري باكلف، رباعي في خط الوسط محمد فخري وسيد محمود ومحمد نصير وليد مصطفى، واثنين في الهجوم فهد جمعة وأحمد الشامي. النادي الأهلي فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، أحرز الأهداف أحمد الشامي من ضربة رأس ومحمد فخري الهدف الثاني لمحمد فخري على التوالي من ضربة حرة في الشوط الأول. انتهت نتيجة لقاء الشوط الأول 2-0 وأحرز نادي الاتحاد السكندري هدف وخرجت نتيجة اللقاء 2-1. 7 نقاط نادي الأهلي من 3 مباريات. الأهلي وسموحة في بداية المشوار تعادل إيجابي 1-1. فوز النادي الأهلي في المباراة الثانية على الزمالك في 100 عقبة 3-0. والنهاردة أيضا فوز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1. هنروح لأخبارنا الخبر الثاني. نطمن بقى على منتخب مصر بيقوده الكابتن ربيع ياسين والكابتن عبد الستار صبري، ما شاء الله بيفوزوا بنتيجة كبيرة على منتخب عمان اللي معسكر في مصر، ودي اللقاء الثاني لمنتخب مصر الشباب. كان اللقاء الأولاني أمام منتخب السعودية اللي انتهى بالتعادل، والنهاردة اللقاء الثاني بيفوز منتخب مصر بنتيجة 6-1 على منتخب عمان، ما شاء الله نتيجة كبيرة. أحرز الأهداف عبد الله عادل، ابراهيم عادل، اسامه فيصل، محمود صابر ومحمد سلامه وريتشارد. محمود صابر ومحمد سلامه لاعبي النادي الاهلي، هم اللي يعني اللي من ضمن اللعيبه اللي سجلوا الاهداف. شارك من النادي الاهلي النهارده في لقاء اليوم مع منتخب مصر حمزه علاء في حراسه المرمى، محمد اشرف الباك ليفت. وعايز كل جماهير النادي الاهلي تفتكر معايا الاسماء دي، الاسماء دي ان شاء الله في خلال سنه او سنتين هنشوفهم ان شاء الله في الفريق الاول بالنادي الاهلي وهيشاركوا. عندنا حمزه علاء، محمد اشرف، محمود صابر، وعربي بدر، ومحمد سلامه. ايضا برضو عندنا في لعيبه مصابه في 2001 يعني بعدت خلال فتره فاتت عن منتخب مصر بسبب الاصابه، زي محمد مغربي نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل، كان تعرض لاصابه قويه في الركبه، وحماده الفيل ايضا بكسر في الشظيه، واحمد اشرف ايضا من المهاجمين المميزين اللي عمل رباط صليبي السنه اللي فاتت في الموسم اللي فات، ان شاء الله يكونوا موجودين يعني خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي وكمان ينضموا لمنتخب مصر. الخبر اللي بعديه برضه يعني متصل بمنتخب مصر للشباب، لاعبو منتخب الشباب يحتفلون على طريقه مؤمن زكريا في وديه عمان. عملوا حركة مؤمن زكريا بعد إحرازهم الأهداف، وده شعور طيب طبعا من لاعبي منتخب مصر الشباب اللي بيساندوا مؤمن زكريا، وما شاء الله شفنا خلال الفترة اللي فاتت مساندة كبيرة جدا، مش من لاعبي كرة القدم في قطاع الناشئين في الأهلي بس، ده احنا شفنا في قطاع الناشئين وفي منتخب الشباب وفريق الأول وفي جميع أندية مصر وخارج مصر كمان وفي الألعاب المختلفة. مؤمن زكريا نجم كبير محتاج المساندة والدعم، وما شاء الله كمان يعني هو سافر ألمانيا عمل الفحوصات وعمل التحاليل اللازمة ورجع إن شاء الله نتيجة التحاليل والفحوصات تخرج بعد 10 أيام، ونقدر إن شاء الله نطمن على نجمنا مؤمن زكريا ويرجع تاني الملاعب يصول ويجول مؤمن زكريا مرة أخرى. هنروح بقى لأخبار النادي الأهلي. زي ما شفنا أخبار مواليد 99 مع الكابتن عمرو أنور، عندنا فريق تاني، فريق زي ما بقول لحضراتكم ماشي على خطة ثابتة من بداية الدوري، يعني بيحقق نتائج مميزه مع جهاز فني محترم بقياده الكابتن ياسر ريان. فريق 2004 بيهزم دجله برباعيه في دوري الجمهوريه. المباراه اقيمت على ملاعب وادي دجله، استضافت ملاعب وادي دجله لقاء الاهلي وادي دجله اللي انتهى بنتيجه 4-2. كان النادي الاهلي بدا بتشكيل في حراسه المرمى من مروان صلاح، خط الدفاع رافت خليل، بجاد عادل، يوسف خليل، زياد اسامه، خط الوسط مصطفى ابو الخير واحمد عماد، محمد اسامه ميدو، ويوسف جبر، وعلي ايمن، وفي الهجوم عبد الرحمن ممدوح. احرز اهداف الاهلي علي ايمن 2، محمد اسامه وزياد اسامه. حابب برضه اقول الجهاز الفني اللي بيشتغل وبيعمل جهد كبير يعني من خلال قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكابتن فتحي مبروك، يعني فريق 2004 بيضم كابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي السابق مديرا فنيا،
كابتن عبد الله فاروق مدربا عاما، كابتن انور وجدي مدرب الحراس المرمى، عمار فتحي اداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحله معدا بدنيا، واحمد شاوي اخصائي التدليك. زي ما شفنا 2009 وشفنا 2004 زي ما قلنا لحضراتكم، ما شاء الله عندنا فرق، عندنا شغل داخل قطاع الناشئين. هنروح ايضا لنتائج بقى الاسبوع، نتائج الاسبوع والجوله الثالثه في دوري الجمهوريه مواليد 2004، ده الخبر اللي بعد كده. نتائج الجوله الثالثه لدوري الجمهوريه الناشئين مواليد 2004. نتائج الجوله الثالثه بمشاركه 13 فريق من انديه الدوري الممتاز اسفرت النتائج عن فوز الزمالك على الانتاج الحربي 3-0، الاهلي على وادي دجله 4-2، الجونه على الاسماعيلي 3-1 نتيجه كبيره، انبي على حرس الحدود 2-1، تعادل المقاولين مع مصر المقاصه التعادل السلبي 0-0، وطنطا مع بيراميدز التعادل الايجابي 1-1. يحتل النادي الاهلي قمه البطوله برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فاز على بيراميدز في بدايه المشوار 4-1، وفوز امام طنطا، وايضا فوز امام دجله 4-2. هنسيب 2004 وهنروح بعد كده ل 2001، الكابتن احمد سراج يجهز لاعبي الاهلي 2001 نفسيا لاستئناف دوري الجمهوريه. 2001 ده فريق مميز عندنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. فريق من اول ما اتكون بقى له سنين ما شاء الله ماشي بخطى ثابته. فريق السنه اللي فاتت